في الشوط لا يمكن تخيب مركضها يشفى الكبود الأليلة ما تكسب إلا من خيار المكاسب بين الشلافي والسيوف الصقيلة باسم الأمير وباسم كسبة الطيب. متابعينا ومشاهدينا الكرام متواصلين مع حضراتكم في هذه الانطلاقات في هذا اليوم وفي أول أيام اللقاية أيها الإخوة الأفاضل، بينما هو ثالث أيام هذا المهرجان من عمر هذا المهرجان، مهرجان الشحانية الذي يقام في بداية هذا الموسم، سائلين الله التوفيق لكل من يشارك في هذا الموسم، كما نتمنى التوفيق أيضا للجنة المنظمة للسباقات الهجن وعلى رأسها سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني ورجال اللجنة المجتهدين حقيقة بهذه الجهود المبذولة والجبارة والمرئية للعيان حقيقة. نبدأ ونتعرف وإياكم على مقدمة هذا الشوط، وهذا الشوط هو الشوط الثامن المخصص للقاية القعدان، الثامن عشر وهو مخصص للقاية القعدان، ونتعرف على المركز الأول. مبعد تعود ملكيته لصالح بن فهيد بن صالح المري مع مقدمة المخضوبية المري مع مقدمة هذا الشوط، انفراد كلي عن بقية المراكز، انفراد مشاهدينا الكرام. السلام أقلع على أرضية هذا الميدان، يا السلام ما شاء الله تبارك الله، يا السلام. هنا المخضوبية مع المركز الأول مع صوغان حمد بن مسفر بن علي مخضوبية المري مع الصدارة مع الناموس 500 متر أخيرة على النهاية على ناموس هذا الشوط. يا سلام الله الله الله، هنا القدوم والوصول في هذه اللحظات على مستوى المركز الثاني من هملول مطر بن علي بن سعيد الكتبي، ولكن لا زالت الأمور مع المخضوبية في هذه اللحظات مع صوغان، ولكن هنا القدوم من هملول وصوغان، هملول غير هملول مشاهدينا الكرام، مطر بن علي بن سعيد الكتبي يا سلام الله حركته بدري المخضوبية، ولكن تهانينا نزفها من أعماقنا لمالك هملول مطر بن علي بن سعيد الكتبي على فوزه وتحقيق هملول بالمركز الأول وبناموس هذا الشوط الثاني الثامن عشر. تهانينا والناموس لمالك هملول مطر بن علي بن سعيد الكتبي المركز الثاني. يصل على المركز الثاني شمان لراشد بن طالب بن متعب بن شريم المري، أما المركز الثالث فيصل على المركز الثالث هملول لسعيد بن حمد بن عميرة الشامسي، المركز الرابع صوغان لحمد بن مسفر المخضوبية المري، المركز الخامس يصل على المركز الخامس صوغان لبخيت بن مقارح المري. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نعود وإياكم إلى التوقيت الزمني وملخص هذا الشوط الذي ذهب من نصيب هملول ولحظة وصوله إلى خط النهاية 7:43 20 جزء من الثانية. تهانينا لمالك هملول مطر بن علي بن سعيد الكتبي المركز الثاني. سبع دقائق 44 ثانية 34 جزء من الثانية، هذا هو شمان. تهانينا لراشد بن طالب بن متعب بن شريم المري، أما المركز الثالث فيصل على المركز الثالث هملول يقطع المسافة في 7:33 7:44 ثانية 92 جزء